قبل اقتحام جائحة كورونا عالمنا، كان تركيز الأهل يصب على دعم المعلومات التي حصلها أبناؤهم خلال العام الدراسي. ولكن اليوم حين نتحدث عن الدراسة أونلاين، كيف يمكن للأهالي تقييم المستوى العلمي الذي تمكن أبناؤهم من تحصيله رغم البعد؟ وكيف يمكن التعويض لهم خلال العطلة الصيفية؟ أول نصيحة للأهل، خلوا الأولاد يرتاحوا، خلينا نعطيهم فرصة. يلي مفكر إنه التعليم أونلاين كان هين، أبداً ما إنه هين. يلي مفكر إنه الأولاد صار لهم سنتين عم بيلعبوا ما عم بيتعلموا، التعليم عن بعد كان أصعب وإله وقع، إذا بدي أقول تعب نفسي وجسدي أكثر بكثير من عام دراسة طبيعي معودين عليه. هذا لا يعني ألا نعمل على دعم أبنائنا بالمعلومات وبتعزيز بعض المهارات لديهم. المدارس هن بيوجهوا، بيساعدوا الأهل، يعني أو بيقولوا لهم بدكم تقووا بهالمادة أو بهالمادة، يا أما أحسن وسيلة هي المطالعة. يعني بتخلينا المطالعة يلي هو الولد ينقي كتاب هو يقريه، بيضل بالجو، حتى مش ضروري يكون كتاب للمدرسة، أما إذا بدك تقول الكتاب متصل، يعني إيه متصل بالدرس، فيكون كتاب حر، يمكن قصة حرة، حر طبعا، مجلات. بعض الأطفال يحتاجون إلى مساعدة بنسبة تفوق غيرهم من التلاميذ، فهل ثمة طرق خاصة بهم لمساعدتهم؟ هون نحن ما فينا كمان نجي نعطيهم شغل بكميات هائلة وما يرتاحوا. لازم تكون المساعدة معروف نحن على أي مهارة بدنا نشتغل، شو بدنا نشتغل، وتكون إذا بدنا نقول الريتم تبعها كتير قليل. مين يعني بده يقوم بهالتقييم؟ يعني دكتورة معوض، مين بده يقرر هيدا التقييم؟ المدرسة وأساتذة الولد؟ يعني كيف بده يصير هيدا التقييم لنقرر؟ لا، مرات سوري قطشتك. لا ولا هم، تفضل. مرات المدرسة هي بتقرر، بس أنا كأم إذا أنا بدي أشوف إنه وصلوا لي هلأ علامات آخر السنة، امتحانات آخر السنة تبع ابني، يمكن بشوف النقط، بشوف المادة يلي هو مش جايب المعدل فيها، أما في قصص مش فاهمه بجرب إنه ساعده بهيدي المادة. وفي سياق الحديث عن الإنترنت والأونلاين، هل ثمة مواقع إلكترونية تساعد في هذه المهمة؟ الخطر بالإنترنت إنه أنت بدك تعرف شو تختار، يعني إذا قدرين يعرفوا هن إنه هيدا التمرين هو لمستوى ابنهم على المهارة اللي بدهم يشتغلوا عليها، بيكون كتير منيح، ينقوا مظبوط وياخدوا بالعكس كتير منيح، لأنه هيدي وسائل متاحة لنا. وهلأ بتعرف أنت الوضع الاقتصادي، مش كل أهل فيهم يروحوا يشتروا فروض عطلة. يعني مرات كنا نجيب فروض عطلة هن تسلية هن لها ليتسلى الولد، فيهم أكتر نشاطات، مش إنه درس ثقيل، نشاطات ترفيهية، يعني كلمات متقاطعة، رسم، قراءات حلوة. هلأ للأسف الأسعار هي جنونية، ومش كل الأهل قادرين يروحوا على المكتبات ويشتروا نسخة ورقية لفروض العطلة. فالبديل هو على الإنترنت، مهم نعرف نختار يلي بيناسبنا. وثمة حلول عدة لتحصيل المعلومات وتقويتها، فالمطالعة والرسم على سبيل المثال هي أحدى أهم الطرق التي تساعد الطفل، وكذلك الأنشطة الصيفية. من الثقافة والعلم، يمكن هلأ بدنا نقول للأسف بأيامنا صاروا غاليين، بس في عنا بدائل، في بالبلديات مكتبات عامة ما حدا بيفوت عليها. يعني خلينا نرجع نمشي هالثقافة، ثقافة التعليم، النشاطات بفصل الصيف اللي هي بتخلي منا مكلفة، بتخلينا نكون عم نتثقف، عم نرجع إذا بدك تقول للقيم الثقافية الثابتة، للقصص اللي هن عن جد بتخلينا نتخطى هالمرحلة بأقل أضرار ممكن.